يمين خش يمين. وبعدين يا عمر هنعمل ايه؟ مش عارف، كملي زي ما انتي. ما تخافيش، هم عايزين. انا مش خايفة على نفسي، انا خايفة عليك يا عمر. انا متشكر على اللي عملتيه معايا ليلى. انا بحبك. وانا كمان يا عمر. الله 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 يا باشا، احنا مش اتفقنا لمؤاخذه انك هتيجي لوحدك سعادتك؟ يعني سنجر ايه دول؟ ما تقلقش، دول مش حكومه. لا صح، باين شكلهم باين قوي. ماشي يا باشا، جبت الحلاوه؟ هو في احلى منك يا معلم؟ مقبول منك يا باشا، بس اوعى تفتكر ان جوز الهفا اللي حوالين منك دول هيحموه. لا، ده نخرب الدنيا يا باشا. شوف، مش قلت لك اخربها؟ انت فاكرني لو جاي لك هدخل لك بالاتنين الحيله دول؟ حتى مش مهامك يا راجل، تصدق انت طلعت راجل طيب بجد. الله الله، حلو الكمين ده يا باشا. شوفها مبروك. طبعا انت كنت فاكرني جاي لك متحامي في الحكومه، بس انت فهمتني غلط. انا حقي باخده ملكي بدراعي، وبعدين الحكومه سين وجيم وهري ما انتش قده. كنت غلطت غلطه مبروك ما انتش قدها، وانا مش جاي احاسبك، انا جاي اجازيك. وشوف انت بقى تحب تتجازى بايه، ولا اقول لك انا هكون رحيم معاك. الطبانجه اللي انت ما طلعتش قدها دي تحضر. حاضر تاني. وعرق الرجاله دول خمس بواكي حاضرين مع الطبانجه. شفت انا رحيم معاك ازاي؟ عمر فين؟ استنى هنا، انت رايح فين؟ انا معرفش عمر فين. لو ما قلتليش عمر فين هقبض عليك. انت ما تملكش حاجه تطي، ولو مش عارف القانون عرفوني. لا، انت ساعدت عمر على الهروب. انت بتطرده ليه؟ عمر مش مجرم، عمر بيدور على المجرم اللي خطف اللواء صالح. مش قضيه عمر من ساعه ما ساب الداخليه. انت مقتنع بالكلام اللي انت بتقوله ده، ولا في حاجه تانية انا ما اعرفهاش؟ انا مش حاجه بيني وبين عمر، ده ما ينفذ اوامر. وانا ما عنديش حاجه اقولها لك، وما اعرفش عمر فين، ولو اعرف مش هقول لك. خليك عارف انك محظوظه، ما حطيتش بايدك الكلام شات. عايز ايه؟ عايزك. وهو انا اللي زي اتعز منه ايه؟ مبقاش قلبك اسود امال، كان حوار كده موترني خلاني اتعصب عليكي شويه. لا، انت قلت مني جامد على فكره. ملحوقه. وانا مش الحيطه المايله بتاعها. ليه كده؟ يعني انا جاي اصالحك. وبعدين عشان اثبت لك انا جايب لك هديه. ما انت بتدفع اهو. يا بنت اللعيبة، طب ايه؟ سيبيني واقف على الباب كده كتير ولا عايزة سياح؟ طب ما تيلا. أنا أحتاج للنوم يا عمر.
مش قادر ابطل تفكير في ابن الجاسم يا بابا. مولا اللي حددها في المنع 10 ساعات ما قربتش منه ولا خطوه. لانه مستحوذ على تفكيرك بشكل مرضي، ما فيش حد بيقبض على مجرم في الحمام. فكر يا بابا. وصلت لايه؟ بقيت مطرد من الشرطه زيك زي المجرمين. لازم تستريح عشان تعرف تفكر. انا مش محتاج استريح يا بابا، لازم اتحرك. ما تنساش تاخد الدواء. خليك انت، انا اللي هفتح. فين عمر يا ست اللي هو؟ موجود جوه. بس استاذنك من دهو. محدش هيقبض على ابني. انا بستاذن سعادتك يا فندم. وانا بقول لك اسف. انا ما عايزني نيابه يا فندم. انت مين مديرك يا ابني؟ اللي هو حافظ الساده. اطلب لي حافظ على الموبايل، حافظ خدم معايا في الصعيد لما كنت ملازم. انا بنفذ التعليمات يا فندم. يا فندم اللي هو فاروق عايز سعادتك. ايوه. تجننت يا حافظ؟ بعد قوة تقبض على ابني وفي بيته؟ عمر بيعطل لنا التحيات يا ست اللواء. عمر عنده وفاء لصالح، والظاهر الوفاء بقى عملة نادرة والناس بتتعاقب عليه. شوف ما عليك، اديني كلمتك ان عمر يبعد عن الموضوع ده ونصرف القوة فورا. عمر مش هيبعد عن القضية ولو ضربتوه بالرصاص. ما تعقدش الموقف اكتر من كده يا حافظ. أنا هصرف القوة يا ست اللواء، بس للأسف بقى في حاجة مش هقدر أصرفها. الصحفية اللي احتجزها عمر منزلها لقطات على موقع الجورنال، وهو محتجزها وبيهددها بالطبنجة. معلش يا حبيبي انا اسفه، مش هتاخر عليك تاني. اصحابي كلهم مشوا. معلش يلا هات شنطتك ويلا نروح. الو. احنا الثلاثه، انا وانت وعمر، هنتشارك في حاجه عندك في البيت. عندي في البيت بعد ساعه، وما تنسيش تبلغي عمر، ضروري يكون موجود يا ليلى. الو 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 ايوه عايده. عملت ايه؟ سحبت الفلوس؟ لسه. طب انت مستني ايه يا ناصر؟ عندي شغل يا عايده، عندي شغل. طب انت بتعصب عليا ليه؟ انا بفكرك بس. ما هي بنتي عايده واخاف عليها وعلى مستقبلها زيك وقتي. عمر انت كويسه؟ انا خايفه جدا، انا عمري ما حسيت بالخوف ده في حياتي. ما تخافيش. سبت ابنك فين؟ واحنا راجعين من المدرسه عديت على ماما، سبته عندها. كويس. انا حاسس بالخوف يا عمر. طمني يا ليلى، لو حسيت باي حركه غير طبيعيه كلميني. طب دلوقتي الساعه 4:15، تفتكر ممكن ما يجيش؟ احتمال، مع اني متاكد انه مغرور، هيحاول يثبت انه اذكى مننا. يعني انت متوقع انه يجي؟ هنشوف.
جبت قصة المدرسة؟ ايه اللي في وشك ده؟ تاخديش في بالك، وقعت على السلم. وقعت؟ بس دي تبقى وقعة غريبة قوي. تلمحي ليه؟ لا مش بلمح، انا متأكدة. لما تيجي تكذب المرة الجاية يبقى اكذب كذبة منطقية. ماشي، هشوف لك كذبة تانية. ازيك يا مايا؟ ايه روحي مالك؟ مالها البنت؟ اسأل جودي هان. عملت ايه جودي؟ عملت لك ايه؟ فرجتها على فيديو لعمر وهو بيهدد الصحفية بالمسدس. من ساعتها وهي مرعوبة وخايفة عليك، من ساعة ما عرفت انه زميلك في الشغل. لا يا روحي ما تخافيش خالص. عمر ده صاحبي واحنا بنشتغل مع بعض. يعني مستحيل يأذيني مش كده؟ وهو كله من جودي. أنا ما بقتش عارفة أتعامل معاها خلاص يا ناصر. شوف لك حل معاها. طول الليل سهرانة على النت والصبح نايمة وما بتروحش المدرسة، بتغيب. أنا ما بقتش عارفة أعمل معاها إيه. وأي حد يكلمها ترد عليه بمنتهى الاستفزاز. أنت اتصرف معاها. البيت مولع هنا. الخناقة المعتادة بين ماما وماما بسببي. ينفع كده يا ست جودي؟ كل يوم مشكلة في البيت بسببك؟ أنا ما بعملش مشاكل، مشكلة هي اللي بيجي لحد عندي. والفيديو اللي فرجت أختك عليه؟ والله أنا ما جبتش حاجة من عندي، مش هو ده الواقع؟ واقع مقرف. بس للأسف يا كابتن عايشين. ياه، والله كبرت يا جودي، بقيت تقولي كلام كبير. طب أمك مخنوقة منك دلوقتي، هعمل أنا إيه في الموضوع ده؟ ماما بتعملي كأني أصغر من مايا، طول الليل والنهار خناق وزعيق، ولو ما سمعتش كلامها تقلبك عليا. وانت تيجي تقلب عليا عشان ترضيها، مش هو ده السيناريو بتاع كل يوم ولا ايه يا كابتن؟ ايه اللي حصل يا جودي؟ احنا كنا اصحاب وانت صغيرة. كنت بتعاملني كويس. ولسه بعملك كويس، ايه اللي جد؟ كل الموضوع يا حبيبتي ان احنا عايزينك تبقي كويسة. هي كويسة بتاعتكوا دي هي المشكلة. البنت الكويسة بالنسبة لكم انها ما تتكلمش وما تنطقش وما تعملش حاجة الا بإذنكم، مع انكم مش الشخصيات المثالية يعني، وكلكم عيوب. هو ده رأيك فينا؟ هو ده الواقع يا كابتن. انت طول اليوم بره البيت ما تعرفش عننا حاجه، وماما لما ترجع من الشغل مش طايقه نفسها، واي حد يتكلم معاها تتخانق معاه. الدرجه دي بقيتي تكرهيني يا جودي؟ انا ما بكرهكمش، انا بكره نفسي عشان مش عارفه ارضيك. مفيش مشكله خالص بتقلي. في جديد؟ لا. انت كويسه؟ لا مش كويسه، انا مبقاش فيا اعصاب. انت فين؟ انا قاعد في العربيه قدام البيت. انا متوتره جدا يا عمر، حاسه انه بيشتغلنا. انت رايك ايه؟ مش عارف. طيب ليلى، سمعاني يا ليلى؟ يا ليلى انت فين؟
ليلى ليلى اصحى ليلى اصحى. هو هنا برجو في العربيه. معرفش. هو احنا مش خلصنا من الموضوع ده؟ مش اتفقنا وانا قلت لك على اللي هعمله؟ انت مش مجرمه. انت كده بتخرجي عن دورك. وعزه ما تقتلش. برجو مش هيسيبنا. هقتله. هقتله بالسم اللي اداه لنا عشان نقتل بيه هشام المصري. لا يا شهيرة، كفاية انا قتل بقى. هاتي الأنبول. لا قولي هاتي الأنبول. اوعي تكوني فاكرة ان انا هكون مبسوطة لما اقتله واني هسيبك لوحدي، بس ده اقل ضرر. لا يا شهيرة، انا اللي هقتل. انا قلت لك ان احنا اخوات واننا ما نفرقش عن بعض. وانا غيرك. لما ابوكي مات كنت انتي ومنى عيال صغيره، وامك ما صبرتش على نفسها اتجوزت ربيع، كان كل يوم يضربها هنا وياخد فلوسها، لحد لما في يوم مسكت السكينه وهو نايم وكنت هقتله. فاق وعدني ان هو مش هيعمل كده تاني. ايدي اترعشت وصدقته، بس بعدها بيومين دخل عليا وانا نايمه وعملها معايا غصب عني. وامك لما عرفت ماتت بحسرتها. لو ما كانش صعب عليا كان زماننا احنا الثلاثه عايشين مع امنا في بيت ابونا، وانا مش هسمح للغلطه دي انها تتكرر تاني. هقتل برجو. فاكر اول مره اتقابلنا فيها؟ كنت قافله على عربيتك في الباركينج، نزلت وقعدت تزعق، عجبتني قوي ساعتها وسالت عليك، قالوا لي ابعدي عنه بالمشوار ده لا يطاق، بس كان في حاجه بتشدني ليك. تتصور لسه شداني لحد دلوقتي بعد 22 سنه جواز. مالك رايقه قوي كده؟
ساعات بحس ان اللي حصل لغاده مش فارق معاكي ولا مأثر فيكي. لا بس واحد فينا لازم يحتفظ بعقله. هو فين العقل في اللي حصل لغاده ده؟ مفيش، بس الحياه لازم تستمر. فين حياتنا دي؟ احنا ما متناش يا صبري. في حياه الموت احسن منها. مامي جودي مش في اوضتها. جودي مش في اوضتها؟ هتلاقيها في المطبخ ولا في الحمام يا ماما؟ هتكون فين؟ معرفش. جودي؟ يا جودي؟ على فكرة أنا أول مرة أخد مع حد اتعرفت عليه من الشات. بس أنا قلقانة أوي. حاسة إنك بعمل حاجة غلط. لما أنت بتعملي حاجة غلط، إيه اللي جابك؟ متخانقة معاهم في البيت. غير كده عايزة أخرج برا جوه الكآبة اللي أنا فيها. نفسي أعمل اللي ما عملتوش قبل كده. أنا هخليكي تعملي كل حاجة. أنا معايا 60 جنيه. أنا أعتقد معايا زي والبنزين. التانك مليان على الآخر. تمام. على فكرة أنا نفسي أروح أماكن كتير قوي سمعت عنها وما رحتهاش. زي إيه مثلا؟ قلعة صلاح الدين مثلا. القلعة؟ بيقول منظر من فوق تحفة. ماشي يا ستي، أنا هوديكي كل الحتت الحلوة في مصر. نزلني. ايه؟ فضلك نزلني. استنى. ايه ده ايه ده؟ مين المتوحش اللي عمل فيه كده؟ تمام. ده بايظ خالص. ده اشعه على الصدر وعلى المخ وعمليات. يلا بسرعة. لو تكرمت يا دكتور. لو تكرمت. نعم. عايزك ما تبلغش الحكومة عن الحالة. شخص مجهول الهوية، محدش عارف هو مين. عشان كده سموه عبد الله. دايوه قدام مستشفى الأمراض النفسية في المقاطعة ومعاه ظرف فيه 20,000 جنيه. مجنون يعني؟ أكتر من مجنون، ده قتل واحد من الستاف بتاع المستشفى. أرملته كانت رافعة قضية على المستشفى، أنا كنت ماسكاه. شفتيه؟ لا ما شفتوش، بس اللي سمعته عنه بيخوف. ذكي ومتوحش ومجنون. يعني لو أنت مصمم من قبله لازم تخلي بالك قوي، لأن ردود أفعاله ممكن تكون شرسة وعنيفة. خايف عليا؟ طبعا. بصيلي كده. صدقني. روح انت يا فرج، وانا هنفذ لك طلبك. جزاك الله كل خير يا دكتور، بارك الله فيك، ربنا يخليك لدينك. السلام عليكم. انت في وعيك يا صبري؟ هتسيب الراجل ده يمشي بعد اللي عمله؟ ده مجرم، ده هو بنفسه اعترف انه اتسجن اكتر من مره بسبب حوادث عنف. قبل ما يتوب يا راجل. يتوب ايه؟ ده مدشدش الراجل تحت. دي توبه؟ فرج بيحارب الشيطان، بينفذ اوامر ربنا بالشومه يا صبري. بينفذ اوامر ربنا بالشومه؟ وبعدين هو الواد عمل ايه؟ ده شاب بيعاكس بنت. ويمكن يغتصبها ويضربها من النار ويدمر حياتها وحياة كل اللي يعرفوها. أوف. هنزل أقابله، خليكي هنا ماشي؟ حالة فريدة من نوعها، مش خاضعة في دراستها لأي نظرية من النظريات المعروفة في الطب النفسي. عنده حالة كراهية شديدة للمجتمع. وإيه الأسباب؟ مفيش سبب معلوم، بس في تحليلي الشخصي إنه أكيد مر بتجربة مؤلمة جدا.
اكيد هي السبب في جنانه. على فكره احنا نقلنا عمر منفرد تماما لوحده بعد ما قتل واحد من الاصناف. عمر معايا. هو ذكي جدا، اظن انه خريج جامعه. عنده كام سنه؟ 50، بس صحته كويسه جدا. التعامل معاه يكون من بعيد، ما تقربوش منه باي شكل من الاشكال. حلو، ومين فيكم اللي هياكلنا النهارده؟ اللي بياكلك كل يوم حسن طبعا. ماشي يا ابو علي، اتقرب. عينيا يا سيدي في الكل. زي ما الدكتور قال لك حالته خطيره جدا، يعني ممنوع تقربوا منه زياده عن اللزوم. واحده بس. أرجوك أنتِ.